أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة في قرية المسيري التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتضمنت القافلة عيادات متنقلة. كذلك ضمت القافلة كافة التخصصات الطبية، وضمت معملا وصيدليا لصرف الأدوية بالمجان وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا. القرية بالفعل كانت محتاجة مثل هذه القوافل، والحمد لله كان المسؤولين على قدر من الوعي ان هم اختاروا المكان اللي تنجح فيه القافله واللي الناس يلاقوا اكبر خدمه طبيه ممكنه. جيت النهارده اكشف، قطعت التذكره بسم الله، ما وقفتش دقيقه مجاني، وكشفت الدكاتره كشفوا عليا في ثواني، ورحت جبت العلاج مجاني.